الحاجة الأكيدة الوحيدة، الحاجة الأكيدة الوحيدة اللي هي نسبة نجاحها لو حصل حمل 100% هي الحقن المجهري، إن السيدة دي تعمل حقن مجهري وناخد خلية من الجنين. عرفنا إن الجنين ده ذكر، هو هننقل الذكور فقط. يعني إحنا كل اللي بنعمله بننقل الذكور وبنسيب الأمر طبعًا كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. الأجنة دي مسكت في الرحم أو لأ، أو حصل إجهاض أو الرحم ما قبلهاش، كل ده وارد. طب حضرتك عند تحديد جنس المولود، وانت حضرتك بتعالج الانثى دي عشان خاطر تحدد جنس المولود اذا كان ولد ولا بنت، حضرتك قلت ان في حيوان منوي واحد هو اللي بيدخل للبويضه عشان يعمل تلقيح. في عمليه التحديد حضرتك بتحدد ازاي ان الحيوان المنوي اللي هيدخل سواء كان ذكر او انثى، بتحددها ازاي؟ طبعا احنا ما بنقدرش نحدد بالعلم الحديث وكل ما توصلنا ليه، وفي اوروبا وامريكا محدش قدر يحدد، يقدر يشوف تحت الميكروسكوب والميكروسكوب المكبر، ولما بيشوف الحيوانات المنويه ما يقدرش يعرف الحيوان المنوي اللي يحمل الصفه الذكوريه من الانثويه، مفيش تفرقه ما بينهم. ولما بنعملوا حقن مجهري ويمسكوا البويضه الحيوان المنوي ويدخلوه بابره جوه البويضه، يمسكوا الحيوان المنوي بقى مش بيسيبوه لوحده، ساعتها بيتمسك بابره الحيوان المنوي ويدخل جوه البويضه بالابره دي. فلما بيعملوا كده هم ماسكين الحيوان المنوي اللي بيتحرك بسرعه واللي شكله كويس وشكله سريع، لكن ما يقدروش يعرفوا الحيوان اللي ماسكينه ده جنين ذكر او انثى، ما يقدروش يتحكموا في كده وما يعرفوش. امال هما بيعرفوا ازاي؟ احنا بنعرف ازاي؟ بنعرف انا دخلت حيوان منوي جوه البويضه، كويس؟ ممكن يبقى ولد او بنت على حسب الحيوان المنوي ده ايه، اكس ولا واي. طيب جيت الاجنه دي تكون جنين، الاجنه دي بعد 3 ايام بتنقسم، تنقسم بقت 8 خلايا بعد 3 ايام. يعني الطبيب في المرحله الاولى ما يعرفش اذا كان حيوان منوي ذكر ولا انثى، ما يعرفش، ما فيش اي مركز في العالم يعرف. طب بعد الدخول في البويضه، بعد الدخول في البويضه ما يقدرش يعرف الا لما الجنين كمان ينقسم ويبقى حاله الجنين كويسه، ويوصل لثالث يوم ويبقى فيه خلايا كتير في الجنين، عشان انا هدخل هاخد خليه واحده ما تاثرش على الجنين بتكنيك معين في المعمل، والخليه دي بياخدها بره وبتتصبغ بصبغه معينه عشان تبين الكروموزومات اكس ولا اكس اكس ولا اكس واي. اكس اكس تبقى الجنين ده بنت، اكس لان الخليه دي بتمثل بقيه الخلايا، بمعنى بالزبط. ان الخليه دي اكس اكس يبقى كل الخلايا الثانيه اللي في الجنين اللي انا سايبه كلها اكس اكس، يبقى الجنين ده بنت. فطبعا عندنا عدد كبير من الاجنه، بيبقى عندنا مثلا 5-6 اجنه 8 اجنه على حسب التنشيط اللي احنا دينه وعدد البويضات. ففي الاجنه دي كلها انا بقدر اعمل اختبار لكل جنين على حده، واقدر اعرف اقول للست السيده دي انت عندك 4 اجنه اولاد وثلاث اجنه بنات، هي هتنقل بنات مثلا، يبقى انا هنقل الثلاث اجنه بنات. بس ده بالنسبه طب يعني